وعلى اول الهوند يا صباح النصر على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. احنا بنستنى اليوم اللي بيكون طالعين فيه لحضراتكم من خلال 10 الصبح في الاهلي، ويكون قبلها بليله في انتصار ما للنادي الاهلي، وده كان طبعا حصل واتحقق امبارح الحمد لله. صباح الفل على كل حضراتكم، واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. يا صباح النصر عليك. صباح كريم، صباح النصر الحمد لله. طبعا بص هقول لك على حاجه، يعني المباراه طبعا في البدايه طبعا برحب بحضراتكم، بس لو سريعا هنعلق على المباراه. المباراه كنا قايلين طبعا فيها تنافسيه شديده جدا، وكنا قايلين ان احنا لازم يكون عندنا تركيز، لان احنا كنا عايزين نعود مره ثانيه للتراك السليم بتاعنا قبل المشاركه في كاس العالم للانديه. احنا كنا ماشيين خطوات ثابته وخطوات قويه جدا. صحيح. تعثرنا اول مباراه يمكن ما كانتش الافضل، لكن احنا دلوقتي فكره الفوز مش بس انك بتفوز يا كريم، انت بتستعيد مره ثانيه الروح بتاعتك والثقه بتاعتك، فهي قصه ان انت مش بس بتنجح من زاويه واحده. صحيح. لا، الموضوع ككل فيه يعني نقطه تقدم ونقطه تفاؤل كويسه جدا كمان فيما هو قادم. فطبعا ماتش كان حلو، وهنتكلم في كل التفاصيل من خلال كمان الفقرات بتاعتنا النهارده المختلفه. وبالمناسبه على ذكر الفقرات المختلفة، احنا في ساعتنا الثانية هيكون عندنا أكثر من فقرة حوارية. الفقرة الأولى هينورنا فيها محمد همام الناقد الرياضي، اللي طبعا بنسعد بوجوده معانا في 10 الصبح في الأهلي. ثاني الفقرات هيكون منورنا فيها كابتن صديق الجمال نجم النادي الأهلي السابق، وهنتكلم وهنحلل وهننتقد وهنعمل كل الحاجات الحلوة إن شاء الله، سواء في اللي فات بالنسبة لمشوار النادي الأهلي محليا وإفريقيا، أو كمان فيما هو قادم إن شاء الله. ثالث الفقرات هتكون فقرة طبية مسجلة مع دكتور باهر السعيد، وندخل بقى مع حضراتكم مباشرة في تفاصيل موضوع حلقتنا النهاردة أو الموضوعات المختلفة اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة. وبطبيعة الحال لازم نعلق على ماتش امبارح. الأهلي حقق فوز مهم جدا على حساب أسوان بنتيجة 3 أهداف نظيفة على استاد أسوان ضمن منافسات الأسبوع 19 من بطولة الدوري الممتاز. مباراة مثالية في الأداء وفي النتيجة في ظل ظروف صعبة الحقيقة، سواء يعني ضغط المباريات أو النتائج السابقة اللي أكيد زعلتنا كلنا، لكن الحقيقة لعيبة النادي الأهلي استغلوا يعني الحالة اللي كنا عليها لتكون نقطة انطلاق ليهم، ويستعيدوا بعدها الانتصارات من جديد. أداء من اللعيبة نقول لهم عليه شكرا جزيلا، نجاح من كولر في تحقيق يعني الهدف المرجو وهو تصدر الدوري. كده احنا وصلنا بالمناسبة للنقطة رقم 40 ونحن على صدارة ترتيب الفرق في الدوري في النسخة الحالية. سجل أهداف اللقاء محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومجدي أفشة، وكلهم الحقيقة عناصر يعني كانوا عناصر قوة في هذا يعني هذا اللقاء، ولكن كمان ما نقدرش نغفل أبدا الثلاثة أسيست اللي نتج عنهم الثلاث أهداف من المتألق والرائع حسين الشحات، تألق جدا واستعاد مستواه الحقيقي. وطبعا الشناوي هو كمان كان مميز جدا. نقدر نقول إن الأهلي بكل عناصره تألق للغاية، وكده هو ماشي على الطريق الصحيح. الأهلي وجمهوره ما يعرفوش غير الانتصارات والفوز فقط لا غير. كلامك مظبوط جدا يا كريم. وامبارح كمان لو احنا تابعنا الاهلي كانوا مسيطرين على الملعب وعلى اللعب في بدايه المباراه، وكان في كمان محاولات كتيره لتسجيل يعني الاهداف، سواء بتتكلم هنا تحديدا عن هدف كهربا اللي اتحسب تسلل ما فيش مشكله، او تصويات كمان ديانجو عبد القادر في بدايه الماتش لغايه تقريبا الدقيقه 35 حاجه زي كده، وبدايه تسجيل بقى الاهداف عندنا ويعني كهربا، وبعد كده عندك عبد القادر، بعد كده قفشه، 3 أهداف اكثر من رائعين حقيقي، يعني حاجه كانت محترمة جدا. كمان رجل المباراة زي ما انت قلت يا كريم حسين الشحات امبارح، يعني أجاد وتألق في التمريرات وصناعة الأهداف، فعلا مستواه كان مميز جدا في الماتش ده، وكان حاطط بصماته كمان يعني بتتكلم. لا، ثلاثية رائعة جدا امبارح للأهلي. وعايزين نتكلم بقى عن نقطة مهمة جدا وهي أسوان. الأسوان يمكن من الناحية الفنية هو كان ضاغط جدا كمان في الشوط الثاني، لكن انت عندك كان دفاع الأهلي قوي ونجح ان هو كمان يحبط محاولات الوصول لمرمى الشناوي، ده بجانب روعة طبعا اللاعبين اللي اتكلمنا عنها. انا عايز اتكلم كمان عن روعة الجماهير. أيوة. بصراحة طبعا. نقطة محترمة، يعني الواحد لما يشوف حاجة حلوة لازم يعلق عليها. المشهد كان رائع جدا، كان في حالة من الفرحة وحالة من زي ما كنت بقول لحضراتكم مش فكرة فوز وخلاص، المباراة دي ما كانتش فوز فقط، المباراة دي فيها استعادة للثقة والروح الأهلي اللي احنا كنا ماشيين عليها وكنا يعني متفائلين بيها جدا. جمهور الاهلي في اسوان كان حاجه محترمه جدا، وكان باعداد كبيره جدا، وشفنا قد ايه كان في كمان فرحه اهل اسوان
يعني الاهلاويه هناك بقى، فعايزين نقول لهم شكرا، وعايزين نقول عامه لاهل اسوان شكرا للناس المحترمه على الرقي وعلى الاستقبال وعلى كل حاجه حلوه بيقدموها لنا. وعلى فكره انت اي حد فينا حتى لما بيروح اسوان بيعرفوا ان انت يعني هو بطبيعه الحال بنتعرف ان احنا مش من اسوان يعني، بس بيعرفوا ان انت جاي من القاهره او غيره اي محافظه يعني، والله العظيم بيبقى في تعامل جميل، والناس دي بتبقى اوقات مش عايزين ياخدوا منك فلوس وعلى طول مبتسمين، ناس جميله وناس طيبه أوي أوي أوي. فتحيه ليهم بجد كبيره جدا، وكان حاجه تشرف امبارح. ونستمر بقى ان شاء الله على كده، لسه عندنا كريم مشوار طويل جدا وعندنا منافسات شديده جدا، والضغط كل ما المباريات بتخش بقى في فاهم في الضغط بتلاقي طبعا. بقى الضغط على اللعيبه وعلينا كلنا اكيد بيزيد. هو احنا طبعا داخلين على مرحله ما يطلق عليه المعمعه، بس احنا ان شاء الله قدها وقدود، وباذن الله نجد فيه اداء ونتائج المباريات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي الفتره اللي جايه سواء محليا او قاريا ما يرضي جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. بالمناسبه كان في لقطه حلوه جدا امبارح من لعيبه النادي الاهلي اللي احتفلوا بعد المباراه بعيد ميلاد طفل أسواني جميل وسط حالة من الفرحة العارمة حتى ما بين اللاعبين نفسهم والجهاز الفني للفريق. لقطات كانت جميلة جدا كلها إنسانية وكلها جمال. طبعا يعني الطفل أكيد مخضوض من ناحية، ومن ناحية تانية أكيد جواه فرحة كبيرة، ما برضو يعني مش أي عيد ميلاد اللي هو احتفل بيه، ده قد يكون أكتر عيد ميلاد مميز في حياته، وربنا إن شاء الله يكرمه بإذن الله. لقطات جميلة جدا، والنادي الأهلي دايما حاضر في كل المواقف ولا سيما المواقف الإنسانية اللي فيها تاتشات ذات بعد كده عميق وجميل. تحية كبيرة لعيبة النادي الأهلي. ما ده الرقي بقى في الأداء زي ما بتقال، يعني في ناس بتعبر عن الكيان اللي هي بتنتمي ليه واللي بيبقى كيان راقي، وفي حاجات تانية يعني وفي أمور أخرى دايما، وفي النقيض زي ما بيتقال. مشاهد محترمه وجميله، وانت النادي الاهلي كل ما بتروح او لما بتسافر اي مكان بيبقى ليك عشاق في هذا المكان، وبيبقى في ناس مستنيينك وناس بتسافر لك مخصوص، انت لازم بتكون بتعبر عن الكيان اللي انت جاي منه. انت كيان محترم على مر التاريخ كله، مشهد جميل ومشهد متكرر كمان، مش بس في اسوان يا كريم، في اي دوله تقريبا او اي مكان النادي الاهلي بيروح علشان يلعب ماتشاته بتلاقي دايما حاجه زي كده، واحنا بنعرضها دايما عندنا، فده متوقع جدا، بس هي حاجه فعلا تفرح. وفعلا كان في الفيديو ده تحديدا انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، انا شفته امبارح من اكتر من موقع يعني، مش بس أكيد. تويتر، لا على كذا بلاتفورم. هو ماتش اسوان ده على فكره كان في كواليسه حاجات كتير نتج عنها فيديوهات حلوه شفناها اليومين اللي فات. في منهم مثلا فيديو هم الفريق بالكامل والجهاز الفني والاداري كانوا رايحين يركبوا حاجه زي قارب او مش عارف، بس عارف الاتوبيس النهري في نهر النيل راحوا من خلاله لمكان التدريب. حاجه جميله زي التاكسي النهري كده ماشي. ايوه بالظبط، ماشيين مبسوطين، حاجه جميله. اسوان بلد لا اسوان جميله على فكره أوي. جدا جدا أوي. انا بحبها جدا طبعًا جدا طبعًا يعني، يمكن اكتر من الاقصر كمان، انا بحب اسوان جدا، رحتها كذا مره. ليها يعني طبيعه خاصه، واهلها حتى هم كمان ليهم طبيعه خاصه. ناس فعلا طيبين جدا. مهم جدا ان احنا برضو بعد كل مباراه بنشوف التصريحات المختلفه، وتصريحات كولر امبارح كانت برضو مهمه. هو كان اتكلم ان الفريق حقق مكاسب عديده، وبعد ان هو كمان عزز صدارته لبطوله الدوري، وده اللي كان يعني منشود او ده اللي كان الغرض، ان احنا نحافظ على صداره الدوري، ان زي ما احنا بنقول مفيش رفاهيه ان احنا ان شاء الله يعني نخسر او ان احنا ما نحصلش على الدوري هذا العام، لان في تاريخنا كله ما كانش ده مقبول او حاصل اصلا، فان شاء الله نحافظ على هذه الصداره. واتكلم ان هو سعيد جدا بالحضور المميز لجماهير الاهلي كمان في المدرجات، وده اللي منح اللعيبه كالعاده دوافع كبيره جدا انعكست على الاداء بتاعهم واللي قدموه خلال اللقاء. وقال كمان يعني خلال الساعات الماضيه ان هو اتكلم مع اللاعبين عن الاخطاء واللي وقعت واللي احدثوها يعني في لقاء الهلال السوداني تحديدا، واتكلم ان هو كمان عمل واشتغلوا على علاجها، وتعامل على كمان مواجهه كل الامور والمشاكل دي بشكل مختلف ومستقل مع كل لاعب منهم. كان مهم جدا ان هم حققوا الفوز ده لانها بطوله مهمه جدا، احنا بنتكلم طبعا على الدوري، فحلو. وبرده فيها رسائل الى حد ما تحفيزيه، لما انت بتعمل ماتش حلو لازم يطلع المدرب بتاعك والمدير الفني بتاعك ويثني عليك، ويتكلم كمان على نقطه كلنا كنا حابين ان احنا نسمعها، وهي الاخطاء المتكرره يا كريم اللي احنا كنا بنعاني منها، ان انت اشتغلت عليها، ان انت بتحاول تتغلب عليها، مش تيجي من مره واحده على فكره، يعني عمرها ما هتيجي مره واحده. عندنا مشكله في اللمسات الاخيره، وعرفنا ده، عرفنا ده بشكل كبير، وكرر وشفناه في كذا مباراه، وشفناه الموسم اللي فات تحديدا، ربما الموسم ده شويه الموضوع قل
مع قيادة مارسيل كولر، لكن ما زال موجود وشفناه في كاس العالم للأندية بشكل أكبر. لكن فكرة أن احنا نتحدث أن احنا فعلا عندنا مشكلة وبنشتغل عليها برضو، دي خطوات مهمة جدا لمارسيل كولر، فبالتوفيق. ويا ريت ما نشوفش ده بقى في الماتشات اللي جاية كريم، لأن بيضيع علينا حاجات. عارف أنت بتبقى زعلان لأن أنت تستحق، يعني أنت بتلعب جيم حلو قوي وتمريراتك حلوة والأسيست حلو، اللمسة بقى الأخيرة هي دي اللي بتبقى فيها مشكلة، فحرام أو بتلاقي خسارة. يعني احنا لو ما كانش عندنا مشكلة في الفاينل تاتش أو اللمسة الأخيرة، كان في ماتشات عدت علينا، أنا بكلم حضراتكم محليا، كان في شوية ماتشات كان ممكن تخلص بنتيجة 5-6 للنادي الأهلي لو فعلا كانت كل لمسة من دول ما كانتش بتفوت على الفاضي. لكن هنرجع ونقول كالعادة النادي الأهلي حتى في حال وجود مشكلة ما في أي أمر من الأمور، على طول كل القائمين على الفريق بيشتغلوا على حلها وبيحلوها بالفعل. بالمناسبة كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن الفوز جه في توقيت مناسب جدا، وإن التفكير هيكون فيما هو قادم، وتحديدا مباراة سان داونز اللي هتقام يوم السبت القادم إن شاء الله مساء في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. تعالوا نتابع جانب كده من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل، اتفضل. لا طبعا الحمد لله على المكسب، وتوقيت مهم جدا، ومع فرقه عامله ماتشات كويسه قوي، مع جهاز فني محترم كابتن ايمن رمادي. طبعا يمكن بتتكلم في فرقه ما خسرتش من على الملعب ده من شهر 10، 5 شهور دلوقتي، داخل في 5 شهور. اخر مباراه خسرتها كانت مع المحله في الدقيقه 95، كانت تقريبا في الاسبوع الثالث من الدوري. انت داخل دلوقتي في الاسبوع 18 او 19، فده بيبين لك مدى صلابه وقوه الفرقه. هنا لعبوا ماتشات كسبوها هنا مع فرق كبيره، كسبوا الزمالك، كسبوا فاركو، كسبوا البنك الاهلي، كسبوا انبي، حتى وهم بيلعبوا خارجيا كسبوا المصري وكسبوا سموحه، يعني بيعرفوا يكسبوا بشكل كويس جدا. يعني الماتشات اللي لعبوها من شهر 10 لحد دلوقتي هنا في على استاد اسوان كلها يا اما مكسب يا اما تعادل. اللقاء كان مهم بالنسبه لنا لانه جاي كمان بعد خساره في افريقيا، فكان مهم ان انت تفصل، وما بين المباراه والمباراه ما فيش عدد ايام كفايه. فالحمد لله يعني اللعيبه كانت عند حسن الظن، وبرده نفس الكلام اللي قلته بعد ماتش الهلال هقوله دلوقتي، لازم الفصل على طول يعني سريع، لان انت هتخش في معمعه سان داونز والاستعداد ليه. يعني زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، تلاحق مباريات افريقيا والدوري تقريبا هيلعب كل سبت وثلاث لمده شهر، فالحمد لله اطمنت على كبير جدا من اللعيبه النهارده بيشاركوا. اعتقد الاهلي النادي الاهلي ما عادش خلاص فيه لعيب احتياطي واساسي، كل لاعبين تقريبا خلاص اي لعيب بيخش الفرقه بيشتغل بنفس السيستم. تلعب في النادي الاهلي يبقى 100% عندك السمات والقدرات اللي اهلتك ان يتم اختيارك يعني. فهي دي الحاجات اللي انت بتستناها، دي الفرص اللي انت بتنتظرها، وكل واحد وشطارته وكل واحد ومجهوده وكل واحد وعقليته وكل واحد وشخصيته وكل واحد وقدراته اللي يقدر يفرض بها نفسه يعني. لكن في النهايه عشان تكمل في كل البطولات لازم يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه. اعتقد حضرتك اكيد يعني عندك تعليق على استقبال اهلي اسوان وجمهور النادي الاهلي في اسوان، وشفناهم سواء في الاستاد او كمان في الشوارع من ساعه ما البعثه جت اسوان، اعتقد حاجه مشرفه جدا. احنا بقى لنا 3 ايام هنا، و يعني مش عايز اقول من ايام انا بلعب من قبليه بكتير يعني. اسوان بلد جميله جدا جدا جدا، سواء كان على المستوى الـ 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 السياحي او المستوى السلوكي، المستوى الاخلاقي، على السمات. الناس طيبه جدا بالفطره، واهلاويتهم بتبقى واضحه قوي وباينه، وتعاملهم وكرمهم يعني بتشوفه حتى في الاوتيل، حتى في الناس اللي شغاله، فبشكرهم عليها جدا يعني. مباراة سان داونز وعلى طول ما فيش، على طول احنا بنتكلم 4 خميس جمعة والماتش السبت، اللي الاستاد شايفه ازاي وهتتكلموا مع اللعيبه تقول لهم ايه؟ يعني هنشوف بس البرنامج الراجل هيقوله دلوقتي، وبعد كده هنقفل زي ما قلت، وهنستعد للمباراه معمعه كبيره ومباراه كبيره جدا، وخصوصا مع اخفاقنا في المباراه الاولى، فمهم قوي المكسب ان شاء الله في الجايه. نتمنى لكم التوفيق باذن الله، وان شاء الله الفريق يرجع سريعا كمان للبطوله الافريقيه باذن الله تعالى. انا هتفق وكلنا هنتفق مع كابتن سيد في بعض التصريحات كمان تحديدا نتكلم فيها عن كابتن ايمن الرمادي، ان كابتن ايمن يا كريم طبعا المدير الفني لنادي اسوان، هو بجد عمل طفره في اسوان حقيقي. يعني نادي اسوان مع او تحت قياده كابتن ايمن الرمادي، هو في نقله نوعيه حصلت فعلا مع اللعيبه ومع النتائج. يعني برضو هم استطاعوا ان هم يحققوا يعني فوز كبير جدا على بعض الانديه الكبيره، وفكره هنا كمان ان هم داخلين نفسه كانوا بيلعبوا على فكره كويس يمكن برضو في بعض الوقت يعني في ماتش امبارح. لكن برضو بالنسبه للتصريحات لكابتن ايمن بعد المباراه، هو قال ان هو بيتحمل الخساره كامله
امام طبعا الاهلي بالامس، وقال كمان ان في برضو قله خبره من لعيبه اسوان هي سبب هذه الخساره. فربما التصريحات طبعا يعني ميك سنس زي ما بتقال، او تصريحات واقعيه الى حد كبير لو تيجي تقارن برضو خبره اكيد لعيبه اسوان مقارنه بالنادي الاهلي، اكيد في فرق خبره كبير، لكن انا شايفه ان عندهم بوتنشال كبير جدا، اللعيبه عندها فعلا بوتنشال كبير جدا، واللعيبه لو انت بتتفرج على الماتش امبارح نفسها تحقق حاجه، نفسها فعلا توصل، نفسها ان هي تنجح، كل لاعب تحس ان هو عايز يثبت نفسه في الملعب. فلا انا احترم جدا الفرق اللي زي كده، واحترم جدا كابتن ايمن الرمادي لانهم قدم بجد شغل محترم مع نادي اسوان. الطفره اللي هو عملها واللي انت بتتكلمي عليها ملحوظه جدا وملموسه جدا ولاقت استحسان ناس كتير قوي، وعلى فكره التجربه دي كمان لابد من استنساخها في كتير من الفرق، لان احنا يعني في وقت من الاوقات كان ممكن يبقى فريق اسوان، احنا بنتكلم على ترتيب في دوري وبنتكلم على حجم قوه بالمقارنه بكيانات تانية يمكن اكثر بقوه منه بكتير، لكن اكيد كل التقدير والاحترام ليهم، لكن كمان اللي تستحق كل التقدير والاحترام هي التجربه الاخيره اللي مر بيها فريق اسوان واللي نتج عنها الكلام اللي احنا بنقوله. ففي فرق كتير محتاجه ان تحصل فيها الطفره دي، حتى الكلام اللي قاله كابتن ايمن بعد انتهاء اللقاء بيدل على ان هو شخصيه متزنه جدا ومنطقيه جدا ومدير فني محترم، اكيد بنتمنى له كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. برضو عندنا تصريحات مهمه جدا كانت لكابتن سامي قمصان بعد المباراه، هو اكد ثقه الجهاز الفني في اللاعبين وتركيزهم كمان للفوز في لقاء اسوان بعد احداث مباراه الهلال السوداني، فهي دي كانت النقطه ان انت لازم كنت تفوز في مباراه طبعا. اسوان طبعا. كان مهم جدا فنيا و كسكور وكترتيب وفي نفس الوقت كمعنويا كانت هتفرق بشكل كبير جدا، او هي حاليا فرقت بشكل كبير. خلينا نتابع التصريحات ونرجع نكمل. طبعا مبروك، طبعا مباراه كانت مهمه بالنسبه لنا خصوصا بعد الاخفاق في الماتش الهلال، يعني كان مهم جدا ان نرجع ثقه تاني لاعيبتنا ولجمهورنا. اعتقد الحمد لله النهارده النتيجه واداء زي ما انت قلت برضو الراجل فضل اللي هو راحت برضو بعض اللعيبه عشان نبقى عندنا ماتش مهم جدا كمان 4 ايام يعني مع صن داونز. فاعتقد الحمد لله اللعيبه اللي لعبت النهارده ادت اداء مميز، نتيجه ولعب واهداف، اعتقد الحمد لله كانت مهمه جدا بالنسبه لنا اساس نقاط. بطوله مختلفه اي نعم، لكن بتدينا ثقه ان شاء الله للمباراه اللي جايه. كابتن سامي، يمكن مهما اختلفت الاسماء ولكن السيستم واحد، طريقه اللعب واحده، اي ترس زي ما بقول جديد بيخش في المنظومه يعني بيشتغل بنفس الكفاءه والفعاليه، واعتقد دي من اهم يعني المكاسب النهارده من اللقاء. الحمد لله هو دايما الراجل بيتكلم في النقطه دي اللي هو عنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. النهارده الحمد لله في لعيبه بقى لها فتره برده ما شاركتش، النهارده اشرف بيأدي اداء مميز، مروان بيأدي اداء مميز، عبد القادر بيواصل الاداء برده كويس، حسين النهارده ما شاء الله من نجوم المباراه عمل 3 اسيست من اللعيبه برده مميزه. فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت خالد برده بعد ماتش في كاس العالم النهارده برده بيأدي اداء برده مرضي الحمد لله. فاعتقد الحمد لله حتى رامي لما نزل واللعيبه طاهر وشادي اعتقد الحمد لله ادي اداء مميز، لكن التحدي اللي بالنسبه لنا بقى ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله محتاجين دعم جمهورنا المباراه الجايه. انا عارف ان التذاكر خلصت، اعتقد ان هم بالنسبه لنا هيبقوا دافع قوي، واعتقد الحمد لله النهارده ثقه كويسه لينا وليهم ان هم ان شاء الله نعدل وضعنا تاني في البطوله وان شاء الله ونقدر نوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا بنسعى له اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله. بما ان حضرتك بقى ذكرت الجمهور، اكيد حضرتك حابب تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي هنا في اسوان واهل اسوان ومقابلتهم الطيبه. يمكن الاوتوبيس ما كانش عارف يمشي في الشارع يوصل للاستاد من كتر الجمال اللي كانت بتحيي النادي وهو في الطريق. طبعا اهل اسوان طبعا بشكرهم طبعا يعني، ودي مش حاجه غريبه عليهم يعني، اهل كرم وناس طيبه ويقابلونا احسن استقبال يعني. جمهور النادي الاهلي النهارده العظيم بشكره طبعا، واقف جنب اللعيبه بشكل كويس، شجع اللعيبه بشكل ايجابي جدا، ادهم دعم طول المباراه. فاعتقد دي مش حاجه برده غريبه على جمهور النادي الاهلي، عارف ان هم النتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لهم الماتش اللي فات، لكن ان شاء الله نقدر نعوضها ان شاء الله مباراه صن داونز وتكون بدايه تصحيح ان شاء الله مسار ان شاء الله افريقي باذن الله. اخيرا بقى الاعداد لماتش صن داونز هيبقى ماشي ازاي؟ خاصه ان انا شايف كل الاعداد بدا من الملعب على طول فور المباراه، اللعيبه اللي ما شاركتش بشكل كامل 90 دقيقه واللعيبه اللي كانت ما شاركتش خالص على طول الاستشفاء ابتدى والتمرينات ابتدت في ارض ملعب اسوان يعني. هو ده دايما الراجل بيفكر في كده ان كل لعيبه تبقى مستعده، كل لعيبه يبقى عندها فرصه في عدد دقائق، اللعيبه اللي لعبت عدد قليل بيحاولوا يكملوا يعني بعد التمرين زي ما انت شفت يعني، عشان يبقى القرار بتاعه بقى لما يختار لعيبه مناسبه للمباراه اللي جايه ان شاء الله تكون اللعيبه كلها جاهزه يعني. طبيعي جدا لما يكون في سفريات ورا سفريات وماتشات ورا ماتشات ومستويات متفاوته مع الفرق المنافسه، بطبيعه الحال لازم يحصل اجهاد. تعالوا بقى بالتالي نطمن على حاله اللعيبه الصحيه. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اكد ان محمود كهربا يعني اشتكى من اجهاد بسيط في العضله
الأمامية أثناء مباراة أسوان، إلى جانب طبعا شكواه من التواء في الكاحل. عشان كده فضل الجهاز الفني أن هم يريحوه وعدم المجازفة باستمراره، ويأكد أن اللاعب سيجري اليوم بعض التدريبات الاستشفائية وهيشارك إن شاء الله في التمرين الجماعي بكرة بشكل طبيعي جدا. وتعليقا على موقف عمرو السولية، قال الطبيب أن النادي الأهلي، طبعا طبيب النادي الأهلي قال أن اللاعب نفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي الخاص به بعد ما تعرض للإصابة بشد في السمانة، وشارك في التدريبات الجماعية مع فريق الشباب، ومن المقرر أنه إن شاء الله هيشارك في التمرين الجماعي بعد عودة الفريق إلى القاهرة مرة أخرى. أكد كمان دكتور أبو عبلة أن جميع لعيبة النادي الأهلي سيكونون متواجدين في التدريبات خلال الأيام المقبلة إن شاء الله بشكل طبيعي جدا، باستثناء طبعا أكرم توفيق وكريم فؤاد، لأن هما الاثنين بيعانوا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وبيوصلوا حاليا للبرامج التأهيلية الخاصة بيهم. وقال إن اللعيبة ملتزمين بتطبيق البرامج التأهيلية بالكامل، وأشاد بعزيمتهم وإصرارهم على التعافي من هذه الإصابة والعودة للمشاركة مرة تانية في المباريات. ودي الحقيقة أملنا كلنا ودعواتنا كلنا، أكيد ما نحبش إن يكون عندنا أي لاعب في صفوف فريق النادي الاهلي يكون بيعاني من اي اصابه ايا كان نوعها وايا كان حجمها. تمنياتنا ليهم اكيد بالشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله. يرجعوا لنا بالف سلامه، لان الرباط الصليبي من الاصابات اللي هي يعني الابشع في طبعًا كره القدم ايضا. بصوا بقى نروح للمهم، صلوا بينا على النبي. شوفوا يا جماعه. لا بجد، اصل الموضوع ده فرح ناس كتير، اللي انا هتكلم فيه او تحديدا التصريح اللي انا هتكلم بشانه ده دلوقتي. ناس كتير جدا جدا كانت مستاءة من المشهد اللي حصل مع الاهلي طبعا في السودان، وتحديدا مع علي لطفي اللاعب بتاعنا. قال لك هو علي لطفي ليه ما ردش؟ هو علي لطفي ليه ما خدش حقه؟ هو علي لطفي ازاي كان يعني عنده صبر كده، او كان ماسك اعصابه كده؟ ان في حاجات زي كده اي رد فعل بني ادم طبيعي، يعني بني ادم احنا كلنا بننفعل، كلنا بني ادمين عندنا برضو زي ما تقول كده يا كريم، حد هيغلط فيك غصب عنك هترد في ثانيتها، يعني ده اللي بيبقى 90% بيحصل، يعني لما خصوصا بقى لما حد يتعدى عليك كمان بالضرب، يعني انت واقف في حالك كده لاقي حد ضربني، يعني اول رد فعل هرد له نفس الفعل يعني. فبجد لا، تعالوا بقى نشوف وجهة نظر علي لطفي، وانا هحييه بصراحه في وجهه نظر، ودي رغم ان انا كنت برضو من الناس اللي هو يعني علي انت ليه ما خدتش حقك، حتى يعني لان هو خلاص هو حصل تعدي، عارف انت خلاص الموضوع فيه تعدي ومبالغ فيه، فلما بيبقى فيه حاجه مبالغ فيها خلاص بقى بتقول خلاص بقى. بس علي لطفي بجد ما قالش خلاص بقى، خلينا نقولها بهذا الشكل، بس هو مسك نفسه. ليه مسك نفسه؟ هو ده اللي هنفهمه من التصريح الجاي. هو راح تحديدا علي لطفي وكتب على حسابه الرسمي تحديدا انستغرام، وده كان امبارح بالليل. هو قال اللي حصل في مباراه الهلال، يعني كان قايل انا مش حابب اتكلم فيه ولا حابب كنت اذكر هذا الموضوع تاني اصلا، لكن بسبب حاله الحب اللي رايتها في الجماهير المصريه المحترمه وجمهور الاهلي بالاخص، والذي اعتز به وصاحب الفضل علي او علي وعلى كل من ينتمي للنادي، وبخصوص اللقطه التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اريد التوضيح. بص بقى يا كريم، لست ضعيفا ويمكنني أخذ حقي من أي شخص، وتربيت طوال عمري على احترام الشخص المحترم، وأعلم كيف أتعامل جيدا مع الشخص الغير محترم، وأيضا الحصول على حقي بأي طريقة. تابع كمان قال في تلك اللقطة، لم أمثل نفسي ولكن مثلت مصر وكبير إفريقيا وحديث العالم الكروي كله، بعد الأداء المشرف بشهادة جميع نقاد الكرة في العالم أمام ريال مدريد الأفضل في العالم. كنت أعلم أن العيون ستكون علينا، لسيما أن هذه أول مباراة عقب كأس العالم للأندية وبداية مشوارنا الإفريقي. كمان استرسل في كلامه قال، كما قلت الأجواء كانت مشحونة، وأعلم أن أي رد فعل مني كان سيؤخذ بشكل مخالف، خاصة أننا تربينا في أن مصر والسودان شعب ووطن واحد، ولكن حالة الشحن التي قبلناها هناك من قلة، يعني هنقول قلة قليلة، كانت غير طبيعية منذ وصولنا، وهتافات معادية طوال اللقاء، رغم ان كان او كنت اعلم انها مباراه، او الكاف كان يعلم انها مباراه بدون جماهير تحديدا الكاف، ودي نقطه اتكلمنا فيها انا وانت اكتر من مره يعني، ولكن ذلك ليس اختصاصي، ولدينا مجلس اداره قوي يعلم كيف يحافظ على حقوق النادي الاهلي. استرسل برضو كده او اوضح او اضاف، خلينا نقولها، مجلس اداره الاهلي قادر على حمايه كل حقوق النادي، ولكن اي رد فعل مني كان سيؤخذ بموقف غير سليم، واعلم ان المجلس بقياده الاسطوره محمود الخطيب سياتي بحق
كل لاعب وفرد في منظومة الكرة. وفي النهاية قال: أريد أن أتوجه بالشكر والامتنان والتقدير لجمهور النادي الأهلي العظيم على رسائل الدعم اللي قبلتها، وأكرر أن بمقدرتي الحصول على حقي جيدا، ولكن لا يمكنني فعل شيء يضر بسمعة النادي الأهلي الذي ألعب له وبلدي صاحبة الريادة الإفريقية. بجد تصريح محترم، وتصريح زي ما تقول كده شفى غليلنا شوية، لأن احنا كنا زعلانين. بص يا كريم، أي حد بيتعدى على فرد من اللعيبة هو بيتعدى علينا، يعني القصة كلها ده مش لاعب يمثل نفسه، ده لاعب يمثل النادي الأهلي، وبالتالي أنت جمهور من جماهير النادي الأهلي، فكأن الاعتداء ده جه عليك، فالواحد كان متعصب ومتضايق. ويمكن ده كمان اللي الشناوي بالمناسبة حس بيه بعد لما اللقطة دي حصلت. والشناوي طبعا انفعاله وغيره، وعلى فكرة أنا مع الشناوي جدا في الانفعال، وتاني هنرجع نقول ده رد فعل طبيعي لأي إنسان، يعني اللي عمله علي لطفي ده شيء شوية فوق الطبيعي إن هو يمسك نفسه لما يتعرض لاعتداء جسدي، مش أي حد يقدر يعمل دي على فكرة. وفي العالم كل شفنا نجوم كبيرة كبيرة وأسماء كبيرة ما بتمسكش نفسها أبدا، وبتضرب وبيتم التعدي لما بيكون في تجاوز بحقها في الملاعب. لكن علي لطفي شابوه بصراحة، هو يتكلم من وجهة نظر إن ده النادي الأهلي وهو يمثل النادي الأهلي، ما كانش عايز يعمل مشكلة لا مع النادي الأهلي والسودان ولا مع مصر والسودان، وكان واثق إن النادي الأهلي تحت قيادة كابتن محمود هيجيبوا حقه يعني. وده اللي بيحصل فعلا يا كريم، بس برضه لقطة مش سهلة، أنت فاهم قصدي؟ التحكم في الأعصاب ده قدرة مش أي حد يقدر عليها. وأنت بتتكلمي على اللعيبة الكبيرة وبتتكي أوي على كلمة اللعيبة الكبيرة وحول العالم، سرحت في كسر من الثانية في زين الدين زيدان. ولسه والله كان في دماغي برضه اللقطة الأشهر في مشواره وفي تاريخه زين الدين زيدان، من اللعيبة اللي عمره ما خد حتى إنذار في أي في أي ماتش شارك فيه. يعني إبراهيموفيتش بالمناسبة. يعني في ناس فعلا، يعني بصوا هقول لحضراتكم حاجة من وجهة نظري، طبعا اللي قام بيه طبعا اللاعب النادي الاهلي علي، يعني ممكن يكون مثار لاختلاف وجهات النظر. عفوا، في ناس ممكن تبقى فعلا سخنانه قوي على تفصيله ان لا، يعني ايه، يعني ازاي بعدين هو اللي خد المبادره، فبالتالي طبيعي جدا يبقى لنا رد فعل لكل فعل رد بالزبط. فعل انا مشكلتي في الفعل ذات نفسه بغض النظر عن رقي رد الفعل، وبالمناسبه رقي رد الفعل ده اللي شفناه من خلال هذا التصريح ومن خلال هذا البيان للاعب، هو بيمثل اخلاق النادي الأهلي عموما، وبيمثل أخلاق أجيال متعاقبة من لعيبة النادي الأهلي اللي اتعامل ده هذا القدر من الرقي والاحترام والثبات الانفعالي والتحكم في الأعصاب وإيثار مبادئ وقيم ومفاهيم كلنا متربيين عليها. ده اللي النادي الأهلي شخصيا بيعمله، ده اللي كابتن محمود الخطيب ذات نفسه بيعمله، ومش بيعمله بقاله فترة قليلة، ده بيعمله بقاله فترة طويلة جدا، وهو برضو من الناس القادرين جدا على الرد على كل المهاترات اللي هو كان مرمى لسهامها طول الفترات اللي فاتت، ولكن كان دايما بيختار ايه، الاحترام والرقي والثبات الانفعالي والحصول على الحقوق من خلال الطرق الشرعيه. لكن اي حد بيخالف هذا الامر اكيد مش هيبقى حتى لايق على لعيبه النادي الاهلي، فرد فعل محترم جدا من اللاعب. وتاني ارجع واقول قد يكون هناك البعض ممن ما زالوا يشعرون بالغضب، فبالتالي مش هيبقى راضيهم قوي الكلمتين دول، لكن دي اخلاق النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي. طبعا ما بنشوفش لعبتنا بينزلوا وبيتعاملوا بالضرب او بالتعدي يعني طبعاً. الجسدي ما بنشوفش. واللي يزعلك اكتر وارجع واقول لك ان الحكايه دي حصلت فين، في السودان. يعني السودان بصفه خاصه ما ينفعش. وبعدين انا مش عارف ليه الحكايه دي بتتكرر لاعتبارات مجهوله بالنسبه لي، بس الاعتبارات دي لازم تتنسف، لان احنا بنتكلم على مصر والسودان، ما ينفعش يعني. طيب عموما تعالوا بقى نروح مع حضراتكم يعني ملف مختلف حبتين. وصل فريق رجال النادي الاهلي للكره الطايره انتصاراته في البطوله العربيه للانديه بعد ما تغلب على فريق بني ياس الاماراتي بثلاث اشواط دون مقابل ضمن مباريات الجوله الثانيه من البطوله العربيه للانديه اللي طبعا مصر بتستضيفها حتى الثاني من مارس المقبل ان شاء الله. النهارده برضو منتخب مصر للشباب هيواجه نظيره النيجيري، واتكلمنا في ده امبارح، وطبعا احنا بنتكلم هنا لبطوله امم افريقيا تحت 20 سنه. والمنتخب بتاعنا خلينا نقول يعني واعد جدا، وعنده نماذج كويسه جدا، وعنده لعيبه كويسه جدا، بالتوفيق فيهم او ليهم في اللي جاي ان شاء الله. يمكن امام مباراه موزمبيق يا كريم احنا تعادلنا يعني 0-0 تعادل سلبي، لكن احنا بنتمنى ان شاء الله ان يبقى في تعويض مع نيجيريا او امام نيجيريا. المباراه يمكن هتكون اصعب من موزمبيق، لان طبعا نيجيريا اقوى الى حد كبير، احنا بنتكلم على الصعيد الفني، لكن احنا واثقين ان شاء الله ان يبقى في كده كامباك للمنتخب بتاعنا. وتاني هرجع اقول انت عندك عناصر
كبيره جدا ومن انديه كبيره، يعني 6 من الاهلي 6 لعيبه و4 من الزمالك، ده غير باقي المنتخب يعني. فلا لعيبه بتمثل انديه مصريه كبيره جدا، نتمنى لهم التوفيق، لان برضو هنرجع نقول دي الفرصه بتاعتهم ان انت بعد كده تروح وتبقى في الفيرست تيم لفريق كبير طبعا وتمثله طبعا. فالعين بتبقى عليهم يا كريم طبعا. لازم يبقى في تركيز ولازم يبقى في انتهاز للفرص، الفرص بتيجي ولازم الواحد في حياته العمليه لما بيجي له فرصه ان هو يعني يسعى ويجتهد فيها، لان ممكن ما تجيش تاني. يعني اعتقد منتخب الشباب هو ده اللي هيكون بعد كده منتخب مصر، فاحنا محتاجين جدا يكون في تركيز وكل التوفيق. اكيد هنتابع من حضراتكم برضو البطوله. لو لعيبه منتخب الشباب ما تعاملوش مع وجودهم في هذا المنتخب على اعتبار ان هو ترانزيت ممكن ينطلقوا من بعده للمنتخب الاولمبي او حتى للمنتخب الاول، يبقوا غلطانين جدا لو ما عملوش كده. على كل طبعا كلامنا مع حضراتكم لسه ما انتهاش، عندنا كتير من الاخبار اللي حابين ندردش مع حضراتكم فيها، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. مرحبا بحضراتكم اكيد مره كمان، ونروح بقى نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين. النهارده مراسلتنا سالا حامد هتكون معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الهنا وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا زي ما انت قلت يا نهاوندو يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني البدايه بتبقى مع يعني طبعا الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولير المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي. وامبارح يعني خليني ابارك لكل جماهير النادي الاهلي على الفوز امبارح على نادي اسوان بثلاث اهداف مقابل لا شيء، فوز مهم في توقيت يعني طبعا اهم يا كريم ونهاوند، يمكن ده طبعا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يمكن بالاخص من بعد يعني طبعا كاس العالم ومباراه الهلال السوداني. يمكن طبعا الفوز على نادي اسوان ده شيء مهم جدا، هيدي دفعه معنويه طبعا لجميع لاعبي النادي الاهلي خلال استعداداتهم الفتره القادمه ان شاء الله ولمباراه السان داونز اللي هتكون يوم السبت المقبل، وهتكون تاني الجولات في مرحله دور المجموعات بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي، واللي هتقام على استاد ملعب الاهلي والسلام في تمام الساعه 9 مساء. يمكن خليني اقول لكم ان النهارده الفريق ان شاء الله هيكون في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجع يرجعوا للتدريبات الجماعيه الساعه 10 الصبح التمرين، وهيرجعوا يتمرنوا تاني على ملعب مختار التتش بعد ما يعني انتهوا اداره النادي الاهلي من تجهيزات ويعني تطوير ارضيه ملعب مختار التتش، فهيرجعوا تاني لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ويتمرنوا على ملعب مختار التتش بكره الساعه 10 الصبح استعدادا لمباراه سان داونز. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق الماسترز او فريق الكره الطايره تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. امبارح يعني فازوا طبعا في تاني جولاتهم في بطوله العربيه ومرحله دور المجموعات بنتيجه 3-0 على نادي بنياس الاماراتي، والنهارده ان شاء الله عندهم ثالث المباريات في مرحله دور المجموعات امام نادي خيبل اليمني، وان ان شاء الله المباراه هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله 2 في استاد القاهره، وبكره هتكون راحه يعني اليوم هيكون راحه بالنسبه لجميع الفرق المشاركه يا كريم ونهاوند في البطوله. ويوم الجمعه ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراه مع السايب العماني، ويوم السبت مع نادي الوكرة القطري، وبعد كده من يوم الاحد ان شاء الله هتبتدي مرحله الدور الثمانيه بالنسبه لجميع الفرق اللي ان شاء الله تتاهل من مرحله دور المجموعات، واللي هيكونوا 8 فرق ان شاء الله، 4 من المجموعه الاولى و4 من المجموعه الثانيه. كمان يعني فتيات الذهب او سيدات الكره الطايره النهارده ان شاء الله هيوصل التدريبات بشكل طبيعي على صالة الشهداء داخل مقر النادي، ويوم الجمعة هيكون عندهم مباراة سبورتينج في تمام الساعة 4 عصرا، وده هيقام يعني على صالة 4 في استاد القاهرة، وهتكون الجولة القبل الأخيرة في المرحلة القبل النهائي من بطولة الدوري لكرة الطايرة سيدات. كمان كرة السلة رجال بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي داخل مقر النادي، كل يوم عندهم تمرين، ويمكن طبعا التمرين بيكون لبقية اللاعبين اللي ما استدعوهمش او ما كانوش متواجدين مع منتخبنا الوطني. طبعا منتخبنا الوطني يمكن يعني خليني افكر السادة المشاهدين ان هو استدعى 7 لاعبين من فريق النادي الاهلي، منهم ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، عمر عزب، وسيف سمير، وكمان احمد اسماعيل، ولاعب النادي الاهلي الشاب كريم حاتم،
طبعا جميع اللاعبين دول متواجدين حاليا مع منتخبنا الوطني المشاركه في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم لكره السله، واللي هتقام ان شاء الله على صاله الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه، ويعني خلاص 3 ايام وان شاء الله، واول مباراه لمنتخبنا الوطني هتكون يوم الجمعه، وبعد 3 مباريات دي والمفترض ان شاء الله منتخبنا يعني يفوز منهم مباراتين بس من الثلاث مباريات عشان يضمن التاهل لكاس العالم، هيرجعوا بعد كده لاعبي النادي الاهلي ويشاركوا في التدريبات الجماعيه استعدادا لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري. وكمان نفس الحكايه او نفس الكلام يعني بالنسبه لفريق كره اليد السيدات، حاليا هم في توقف دولي وراحه من المباريات في بطوله الدوري، و ده هيكون لحد يعني منتصف او اول شهر مارس القادم ان شاء الله، يمكن بعد 8 جولات. النادي الاهلي حاليا متصدر كريم ونهواند يعني جدول الترتيب بالنسبه لسيدات كره اليد برصيد 23 نقطه بدون خساره وتعادل واحد فقط طوال يعني مصيرهم في بطوله الدوري، فان شاء الله فاضل بس 6 جولات على بطوله الدوري، وبعد كده هيصعد 4 فرق من جميع الفرق لدوره مجمعه ان شاء الله عشان نفسه على بطوله او لقب بطوله الدوري، ده كله هيكون بدايه مع يوم 6 من شهر مارس القادم. كده يا كريم ونهواند يعني كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه. طبعا انا معاك يا نهواند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا تغطيه اكيد رائعه كالعاده، ومش هسالك بقى عن الاجواء في النادي لان انت واخده زاويه، يعني احنا شايفين كمان الاجواء وراكي في النادي، واضح ان في كمان يعني تواجد او توافد من الاعضاء حتى في الساعات الاولى او الباكره النهارده. اشكرك جدا جدا على هذه التغطيه كالعاده متالقه يا سالة، شكرا ليك. نروح بقى مع حضراتكم لماتش كان تقطيع امبارح وكتير جدا من محبي كره القدم بشكل عام كانوا بيتابعوا احداث هذا اللقاء. للاسف الشديد سقط ليفربول امام ريال مدريد بخمسه اهداف مقابل هدفين في المواجهه المثيره جدا اللي اقيمت ما بينهم على ملعب انفيلد، طبعا هو معقل الريدز، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من منافسات بطوله دوري ابطال اوروبا 2022 2023. طبعا من المقرر ان تقام مباراه الاياب بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ان شاء الله يوم 15 مارس المقبل. ورغم هذه الخساره لكن نقدر نفرح برضو لان نجح محمد صلاح في انه يسجل الهدف الثاني، حيث استغل الخطا الفادح من طبعا كان خطا غير متوقع من حارس يعني بقيمه وقامه كورتوا ليسدد بالتالي محمد صلاح يعني كره في الشباك، ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي دوري ابطال اوروبا بعد هدفه في شباك ريال مدريد. طبعا تخطى من خلال هذا الهدف ميبابي نجم باريس سان جيرمان برصيد 7 اهداف، مبروك لمحمد صلاح. المباراه كانت غريبه يعني متوقع انها كانت هتبقى تقطيع، بجولين او هدفين لليفربول بعد كده بتيجي الايه تتقلب. بس هقول لك على حاجه، اللي عجبني في المباراه حاجه واحده، وهو تاكيد على الكلام اللي كنا بنقوله ان مشكله ليفربول مش محمد صلاح. محمد صلاح لما بيجي له كوره ولما بيقدر ان هو يسيطر على يعني مجريات المباراه بيقدر ان هو يحرز اهداف وبيتالق، وده يعني اللي بيثبت كلامي ده هو الترتيب بتاعه. لكن انا بتكلم على الصعيد الثاني، ليفربول فعلا في عنده ازمه، وكان متوقع جدا على فكره، انا الناس كنت متخيله ومتاكده، مش متخيله بس، ان اكيد ريال مدريد هو اللي هيفوز بالمستويات. لو انت قارنت مستوى ريال مدريد وليفربول هتلاقي لا يعني الموضوع محسوم الى حد كبير. ولكن هرجع اقول ثاني، الازمه اللي بيمر بيها ليفربول لازم يبقى في ايجاد حل في القريب العاجل، مش بس عشان محمد صلاح، عشان النادي ككل التاريخ بتاعه والترتيب بتاعه كريم مش هو ده، وهذا الموسم تحديدا في الدوري الانجليزي مش هو ده ليفربول برضه. فغريبه شويه بصراحه، لكن على كل حال لسه في مباراه ثانيه يقدروا ان هم يعوضوا فيها، هيبان كل شيء. بس ريال مدريد يعني انا عايز اعرف مين يقدر، يمكن برشلونه هو الوحيد اللي كان بيقدر على ريال مدريد يعني سو فار. طيب بعيد شويه بقى عن اجواء الماتش، خلينا نروح لخبر اخر برضه نال يعني نسبة كبيرة من المتابعة بالأمس. أعلن نادي ريال مدريد وفاة لاعب الفريق السابق أمانسيو أمارو، طبعا الرئيس الفخري للنادي كان عنده أو عن عمره يناهز هنا 83 عام. النادي ذكر عبر موقعه تحديدا، قال وداعا أمانسيو الرئيس الفخري لريال مدريد، كان مرجعا لريال مدريد والرئيس الفخري الحالي لنادينا، كان لاعبا في ريال مدريد من
1962 1976 طوال تلك المواسم ال 14 لعب 471 مباراة وسجل 155 هدف وأصبح أحد أكبر أساطير الفريق. أمانسيو كان فاز بالدوري 9 مرات وبكأس إسبانيا 3 مرات ومع المنتخب الإسباني شارك في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا واللي فاز فيها لأول مرة كمان كان عام 1964 وهو العام نفسه اللي حصل على المركز الثالث في التصويت في الكرة الذهبية. تاريخ كبير جدا، أسطورة كبيرة جدا طبعا. 83 عام يعني الله يرحمه، لكن على كل حال هنرجع نقول تاني بغض النظر عن أي شيء، الاسم أو الشخص بيرحل لكن التاريخ وما يقدمه أو ما قدمه هو اللي بيظل. ف برضو كانت ناس كتيرة يعني طبعا أسطورة في ريال مدريد، ناس كتيرة جدا كانت زعلانة برضو لأن هو كان قيمة كبيرة طبعا. أكيد. كمان امبارح أعلن نادي أرسنال الإنجليزي وبشكل رسمي تجديد تعاقده مع المصري محمد النني ليواصل رحلته مع الفريق، والرحلة دي بالمناسبة ابتدت يعني ما بينهم في سنة 2016. قال أرسنال خلال البيان الرسمي أن محمد النني قام بتمديد عقده لمدة عام إضافي مع الفريق نظرا لخبرته الكبيره وتمتعه باحترام كبير جدا، ويعد هو اقدم لاعب في صفوف الفريق عقب انضمامه للجانرز قادما من صفوف بازل السويسري خلال الانتقالات الشتويه في عام 2016. عقد محمد النني الجديد ممتد حتى يونيو 2024، والجدير بالذكر انه شارك في 155 كمان مباراه في جميع المسابقات مع فريقه، نجح من خلالهم في انه يسجل 6 اهداف ويصنع 10 تمريرات حاسمة خلال السنوات السبع اللي قضاها مع الفريق. بنتمنى له أكيد كل التوفيق إن شاء الله، وأي حد من مصر أي لاعب مصري لما بتجيله فرصة إن هو يلعب ويشارك مع فريق قوي ولا سيما أرسنال وليفربول وما شابه أكيد أكيد كلنا بيبقى دعواتنا ليهم لا تنقطع أبدا. عايزين دايما اسم المصريين يلعلع وينور في كل المنتخبات، في كل عفوا كل الدوريات الأوروبية وبصفة خاصة أكيد الدوري الإنجليزي. على كل الأحوال احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معنا. عودة لعشرة صبح في الأهلي، أهلا بكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. والحقيقة في الفقرة دي احنا عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه عن دوري أبطال أوروبا، لأن الدوري والع بالمعنى الحرفي في هذه النسخة، والحقيقة كل لقاءاته كلها يتقال عليها لقاءات نارية. النهاردة ختام مباريات الذهاب لدور الستاشر، وهنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على السادة المشاهدين قناة النادي الأهلي. اهلا بحضرتك استاذ محمد، وانا عايزه اروح معاك لبعض النقاط بس هبدا سريعا بماتش امبارح لان ده كان اخر خبر معانا. طبعا ريال مدريد وليفربول، هل كان متوقع اصلا يعني كانت متوقعه هذه النتيجه من البدايه؟ طبعا بفرق المستويات الموجوده هذا الموسم لريال مدريد وليفربول، وبرده قصه او قضيه التدني في المستوى الخاص بليفربول. انا ما اعتقدش وحضرتك تتفق معايا الازمه عند محمد صلاح ابدا، فلو الازمه تعرف سببها برده يعني تقول لنا. في البدايه طبعا بدايه المباراه كانت يعني مفاجاه، ليفربول في اول ربع ساعه جايب هدفين تالق فعلا. كلوب حتى علق على الموضوع، قال بالنسبه لنا كان بدايه كانت مفاجاه بالنسبه لنا، يعني تغير مفاجئ كبير جدا يعني ما بين تكون كسبان عاديه اللي حصل يعني تكون كسبان 2-0 انك يدخل فيك هدفين بطريقه ساذجه جدا. الدفاع كان في حاله سيئه جدا، الفريق احواله اتغيرت في فتره بسيطه، وانهيار كبير جدا في الفرقه. اسبابها مش من المباراه بس، يعني مش مباراه ريال بس، هنقول بدايه السيزون. انهيار ليه بقى؟ يعني في رايك الانهيار ده حصل ليه؟ في البدايه يعني لو هنرجع من ورا شويه من قبل بدايه السيزون، كان السنه اللي فاتت ليفربول يعتبر اكتر فريق في العالم لعب مباريات، يعني لعب لاخر جوله في الدوري الانجليزي، المنافسه كان مع مانشستر سيتي لاخر جوله، لعب نهائي دوري اوروبا مع ريال مدريد، ولعب نهائيين الكاس سواء كاس انجلترا او كاس الكاراباو. ليفربول السنه اللي فاتت كان بيراهن على 4 بطولات، قدر ان هو ياخد منهم بطولتين، صحيح مش بطولتين الكبار ولكن نهايه كانت بطولتين. السنه دي دخل فتره الاعداد، كانت مفيش فتره يعني كبيره ان اللعيبه تستريح بعد موسم مرهق بالنسبه لهم. في نفس الوقت يعني دخلت مباراه مانشستر سيتي في كاس الدرع الخيريه، وكان هدفك انك عاوز تكسب المباراه بتكسب بطوله. على عكس مثال بسيط، مانشستر سيتي دخلوا موسم متاخر بعض الشيء، كان تفكير جوارديولا معنى صح مش هبص على مباراه، انا ببص على موسم كله،
فكان في فرق كبير ما بين جوارديولا ما بين كلوب. بخلاف كده طبعا ودي نقطه كانت كارثيه نقطه الصفقات، ودي يعني واضحه جدا ان كان كتير جدا جدا من جمهور ليفربول بينتقدوا الاداره، مفيش تدعيم قوي للفريق خلاف سواء داروين نونيز في الهجوم، وده كان تعويض بعض الشيء اللي ساديو ماني وما كانش في الاول خالص فيه كيمستري حتى بينه وبين صلاح، يعني مؤخرا ابتدى شويه يبقى فيه الكيمستري في الملعب. يعني هو كمان صرح ان هو كان يعني لسه اصلا اللغه مش ما بيعرفش يتكلم انجليزي تمام، يعتبر المترجم ليه كان تياجو الكانترا بحكم ان هو بيتكلم اسباني، فاللغه اصلا تواصله يعني كان حتى ليه تصريح ظريف قال انا ما بفهمش الكلام اللي بيقوله يورجن كلوب. فيعني واضح والراجل ده عايز ايه قول وانا اعمل. يعني كان واضح ان في يعني ايه فجوه كبيره جدا من الناحيه دي. فطبعا كذا كذا نقطه يعني سواء ذكرتها من ناحيه الاعداد او من ناحيه الصفقات، بخلاف بقى ان الفريق نفسه العناصر الاساسيه في الفرقه مش في حالتها سواء من بدايه الدفاع للهجوم، فدي كانت كلها يحسب عليها مين دي؟ يعني نقطة حضرتك ذكرتها ده دلوقتي حسب عليها الفريق نفسه ولا يحسب عليها المدير الفني ولا تحسب عليها الإدارة اللي شوية دلوقتي فيها تذبذب بالكلام اللي احنا سمعناه مؤخرا ان هو هيتم بيع النادي وغيره، يعني فين اللوم الأكبر؟ البداية هاخد بس نقطة أخيرة حضرتك ذكرتيها نقطة بيع النادي. الإدارة صرحت تصريح رسمي من المالك أول امبارح قال مفيش بيع، و ده أول امبارح؟ أول امبارح قال مفيش بيع، النادي تفكيرهم فقط لا غير ممكن يبيعوا بعض الاسهم علشان استثمارات للفتره اللي جايه من ناحيه لكن مش هيبقى في بيع كلي، مفيش بيع كلي كوي. وده يعني كان بالنسبه لجمهور ليفربول كانت صدمه رغم الحملات الكبيره جدا اللي عملتها للجماهير في الفتره الاخيره علشان تضغط على الاداره او الملاك يبيعوا النادي، لكن الاداره او الملاك قالوا مفيش بيع. طب هو ليه معلش دي مش واصله لي، ليه عايزينهم يبيعوا النادي؟ شايفين مفيش صفقات، من ابسط شيء تشيلسي في تشيلسي رغم النتائج الكارثيه لكن شفنا الملاك الجدد عملوا صفقات ضخمه وكبيره جدا، نشوف مانشستر سيتي حتى مانشستر يونايتد يعني ابتدى النادي يرجع بعض الشيء بالرغم من ان هجوم برضو على الملاك الحاليين وفي كلام طبعا ان النادي هيتباع من ارسنال. يعني يعتبر ان ليفربول دلوقتي كان السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كان يعتبر المنافسه مع مانشستر سيتي، اصبح ان في اكتر من نادي بيدعم والتفكير اختلف دلوقتي من ناحيه الصرف في الدوري الانجليزي. يعني هاخدك مؤقتا بس من دوري الابطال للدوري الانجليزي وارجعك تاني دوري الابطال. ليه في الدوري الانجليزي من ضمن الحاجات اللي هي ملفته قوي للنظر ان في اسماء كانت طول عمرها رنانه من اسماء الفرق الانجليزيه دلوقتي بقت في قاع الترتيب، حاجات بقى من عينه ساوثهامبتون من عينه ايفرتون من عينه ليدز يونايتد، يعني اسماء برضو كانت طول عمرها ليها تاريخها وليها وزنها واكيد مكانها الطبيعي مش في ديل القائمه. ايه اللي حصل فنتج عنه اللي انا بحكي لك عليه ده؟ بنشوف دلوقتي ان يعتبر الدوري الانجليزي يعني اكتر دوريات العالم من ناحيه الاستثمارات ومن ناحيه ضخ الاموال سواء على اللعيبه او على الاجهزه الفنيه. المقارنه مثلا احنا بنشوف مثلا دوري اسباني او ايطالي او احنا بنشوف ان دلوقتي يعني البريق كله او الانظار كلها بتتجه على الدوري الانجليزي. وعندي مثال بسيط جدا، الاسبوع اللي فات كان مباراه مانشستر سيتي مع ارسنال وكان وقتها في نفس اليوم في نفس التوقيت دوري ابطال اوروبا، التفكير كله كان على ماتش ارسنال مع مانشستر سيتي ونشوف مين اللي هياخد الصداره وفي صراع الصداره. التفكير دلوقتي اتغير في الدوري الانجليزي، حتى بنشوف دلوقتي الاستثمارات ورجال الاعمال، بنشوف دلوقتي التفكير دلوقتي حتى الدول العربيه ورجال الاعمال كله دلوقتي بقى يتجه على الدوري الانجليزي، ضخ اموال بطريقه رهيبه وبنشوف عائدات ضخمه بتحصل عليها الانديه من ناحيه سواء البث التلفزيوني من سواء الاعلانات. بنشوف ابسط مثال حاجه بسيطه، بنشوف الفريق مثلا بيهبط للدرجه للتشامبيونشيب بياخد عائدات وبث تلفزيوني اكبر من انديه الدوري الاسباني او الدوري الايطالي. فاكيد ان بنشوف ان الدوري الانجليزي دلوقتي يعني في فرق يعني مش زي زمان او تمتلك التاريخ ولكن دلوقتي ما بتمتلكش بطولات زي ما نشوف مثلا مانشستر سيتي او حتى نشوف تشيلسي او ليفربول او فيعني دلوقتي التفكير كله في تفكير لغه المال هي اللي بيحكم كل شيء في بين الانديه. صحيح، دي النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها ان يعني
رأس المال الرياضي ربما يبقى يعني بيفيد أو ربما العكس بيبقى بيسيء المنظومة ككل. ده بتكلم في العالم كله بشكل كبير جدا. بعض الأندية بتنجح فيها التجربة دي وسبحان الله بعض الأندية بتبقى كارثية عليهم. صحيح. وده اللي غريب يعني ما فيش حاجة تقدر أو مرجعية تقدر ترجع فيها، غريبة جدا. طيب بتشوف مين دلوقتي يعني لو هنروح بقى للدوري تاني معلش الدوري الإنجليزي، لأن أنا شايفة أرسنال متفوق جدا بس ما كانش ده المتوقع من بداية الموسم. يعني ما كانش حد يقول لك أرسنال، ممكن مان سيتي مان يونايتد ابتدى شوية برضو الأحوال عنده تظبط، لكن أرسنال هل فاجأك هذا الموسم سوفار وهل كده ضمن خلاص الصدارة لبقية الموسم ولا بتشوف إزاي؟ الدوري الانجليزي ما فيش حاجه فيها متوقعه. كنا شايفين ان ارسنال في الجولات اللي فاتت يعتبر كان متسيد ومتربع على القمه، فجاه مانشستر سيتي رجع تاني. مانشستر سيتي لو هنتكلم عنده لغه ان هو يعرف يرجع تاني ويعرف يدخل المنافسه، وده احنا شفناها في السنين الاخيره مع ليفربول. ليفربول كان قاب قوسين او ادنى ان هو ممكن ياخد 3 القاب بريمير ليج، فجاه يعني الكفه اتحولت لمانشستر سيتي في اخر جوله وممكن في اخر يعني لحظات كانت ممكن ترجع لليفربول. فمانشستر سيتي عنده الثقافه وعنده يعني القدره ان هو يرجع تاني. ارسنال ما اقدرش اقول ان هو ممكن يعني ما كانش يعني متوقع ان هو يدخل المنافسه ممكن، ولكن كان يعتبر زي ما بيقولوا ما بيمهدوا ان هم عاوزين يعملوا فريق يرجع تاني ان هو يدخل المنافسه. واحنا شفنا الكلام ده مع ارتيتا انه ماسك الفرقه من 2019 لغايه النهارده، بالرغم ان بدايته وبالرغم من السنين والمواسم الاخيره والسنوات الاخيره ما كانش الفريق بيصعد دوري ابطال اوروبا وده كان حاجه اساسيه عندهم، لكن كانت الاداره بتدعمه وده شفناه اكتر مع ميركاتو الصيف وميركاتو حتى في الانتقالات الشتويه. يعني بنشوف ان هم جابوا له معظم الطلبات اللي هو طلبها سواء كان في الهجوم جابرييل خيسوس مثلا، ودي كانت صفقه كبيره جدا بالنسبه لارسنال ان هم يجيبوه من نادي منافس زي مانشستر سيتي، لكن ده كانت اشاره للجميع او الجمهور نفسه ان هو ان احنا بندعم المدرب بتاعنا، وده كانت كمان اعطت ثقه لارتيتا ان هو يعني معنى صح طلباته مجابه رغم النتائج الاخيره. فارسنال يعني بيقدم كره مميزه. ممكن الجولات الاخيره كانت بالنسبه له ما كانتش يعني شيء يعني امثل يعني صحيح، لكن شفنا في ماتش استون فيلا في فتره بسيطه يعني في مده بسيطه رجع تاني كسب 4-2 مع ونوتنغهام فورست، قدم هديه لارسنال بتعادله مع مانشستر سيتي. لسه في مباراه مؤجله برضه، نوتنغهام فورست برضه من الفرق اللي هي في النص التحتاني تمتلك شعبيه كبيره، لكن نوتنغهام مش منطقي قوي. نوتنغهام ابرم صفقات حوالي اكتر من 20 لاعب ما بين صفقات انتقالات الصيف وانتقالات يناير، لسه اول سيزون ليهم، زي ما بيقولوا كده بيعملوا فريق من اول وجديد. اللي هم يحاولوا ان هم يعني زي ما بيقولوا يعني اضمن بس البقاء الموسم ده اضمن البقاء الموسم ده، وابتدي اشوف السنين اللي جايه هيكون تفكير النادي هيبان السنين اللي جايه ازاي. حلو جدا. طيب نروح للدوري الايطالي، ولا هتكلم على الدوري الايطالي. نابولي عامل شغل محترم جدا متصدر، هل ده ممكن ينعكس بقى على دوري الابطال؟ بالعكس، احنا شفنا امبارح في ماتش يعني كان المتوقع ان هو ينعكس. شفنا بيقدم كره مميزه جدا ومن اقوى الفرق من وجهه نظري الهجوميه، رغم ان يعتبر ان نابولي يعني ما كانش حد يتوقع ان نابولي يقدمه بالشكل ده. بنشوف الدوري الايطالي يعني سواء كان ميلان واخد بطوله الدوري او حتى انتر او حتى يوفنتوس، لكن بالرغم من كده سباليتي قدم سيزون رائع جدا مع نابولي، ورغم ان كانوا بيقولوا ان سباليتي يعني عقدته الدور الثاني وان معظم الانديه اللي كان بيدربها بتبتدي تقع كيرفها في الدور الثاني، لكن شفنا عكس ده خالص. بالعكس في اوروبا مرشح ان هو يوصل لادوار متقدمه عن كده، وفي الدوري شبه بنسبه كبيره جدا جدا خلاص يعتبر اول فرقه من الدوريات الخمسه حسمها مع برشلونه طبعا. طبعا. اللي عايز اقوله ان مفيش حاجه متوقعه، يعني لا الدوري الايطالي الفرنسي ما قلنا بي اس جي بينافس نفسه بينافس نفسه، بس الانجليزي الايطالي الاسباني برضو تحس ان لا الموسم ده شويه مختلف، يعني مع الصفقات اللي حصلت مع التغييرات مع ترحيل اللعيبه
في حاجة غير مستقرة أو شكل غير مستقر عكس مثلا الموسم اللي فات لو تتفق معايا؟ في بعض طبعا في بعض الدوريات يعتبر يعني أبطالها مع يعني معروفين، يعني الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بنشوف في موناكو في مارسيليا في لانس كذا نادي، بس النتيجة معروفة، لكن باريس سان جيرمان يعتبر الضامن الدوري الفرنسي. الدوري الإنجليزي كانت بالنسبة لنا زي ما ذكرنا من شوية أرسنال مع وجود طبعا منافسة مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت يعني شفنا إن تشيلسي منهار الموسم ده، ليفربول كذلك، رجوع مانشستر يونايتد للمنافسه تاني، وما نقدرش ان نستبعد مانشستر يونايتد مع مدربه إريك تن هاج قدم سنه يعني لسه اولى ليه في الدوري الانجليزي، وقدم سنه انا من رايي يعني مانشستر يونايتد هيكون المواسم اللي جايه هيكون منافس كبير جدا جدا على مانشستر مع مانشستر سيتي. قاعدين وهنتفرج يا استاذ، احنا هنروح فين؟ بالنسبه لي انا مش عاوزها الصراحه، يعني مشجع ليفربول. مشجع ليفربول مش عاوزها. بشكرك على وجودك النهارده معانا، نورتنا واسعدتنا، وان شاء الله نشوفك مره ثانيه على خير. ربنا يخليك. قراءه كانت سريعه بس استفدنا حقيقي منك استاذ محمد، نورتنا، ولازم تكون معانا قريب ثاني بقى عشان برضه نغطي احداث دوري الابطال. هنروح فاصل ونرجع عشان نكمل مع حضراتكم فقراتنا، خليكم معانا. طبعا بعد يعني ثلاثيه امبارح امام اسوان عندنا كلام كتير جدا كمان عن الماتش وعن الاداء وعن الخطه وعن المنافسات كمان اللي جايه، لسه عندنا باع كبير، بس كان حلو جدا زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه ان انت رجعت ورجعت للتالق بتاعك مره تانية، لان ده بيفرق بشكل كبير جدا مش بس على مستوى النقاط، على مستوى الشق النفسي والجاهزيه وغيره. فامبارح كانت يعني او كان الفوز مستحق وكان لازم او لابد منه زي ما بيتقال. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع كابتن صديق جمال نجم الاهلي السابق اللي منورنا كالعاده. بونجور يا كابتن. بونجور، صباح الخير. صباح الهنا. صباح الخير يا كريم. صباح العسل. ازي حضرتك؟ منور الدنيا كلها. الله يخليك. وليك وحشه والله، ما تغيبش عننا كده يا داعي. الله يخليك. بتضرب غطس وبتختفي مننا احيانا وده مش حلو. ما كنت معاك من اسبوعين. ما اتمناش فيك كل اسبوع تيجي تنورنا. انا كنت اجازه تقريبا. كل اسبوع تيجي تنورنا ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا متوقعين ان انت اكيد مبسوط بعد اللي شفته امبارح ولا ايه؟ اكيد اكيد طبعا. اكتر الامور اللي بسطتك ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقبال الحافل من الشعب الاسواني والمنظومه الاسوانيه كلها للنادي الاهلي، لمنظومه النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي، حاجه كانت بصراحه ساعدتني جدا، ودي ادت طاقه ايجابيه قبل اللقاء للنادي الاهلي. انت عارف طلع من مباراه الهلال الامور كانت مش متظبطه شويه، فالحمد لله دي اعطتنا برضو ايه طاقة إيجابية، والمباراة كانت ساعدت على التعافي النفسي. والدوافع طبعا للنادي الأهلي للمباراة ديت أكيد، والاستقبال الجماهيري اللي هو ما شفناهوش من فترة كبيرة في الدوري المصري، اللي هي بالمباراة اللي بتبقى خارج القاهرة في المحافظات، المصري الإسماعيلي المحلة المنيا. الماتش بتاع امبارح فكرنا بالأجواء اللي كانت قبل كده في الزمن الماضي، يعني زي ما بيقولوا الزمن الجميل. الشكل كان مميز جدا جدا. صح. حتى جماهير النادي الاهلي ادت دفع كبير جدا جدا لفريق النادي الاهلي امبارح. صحيح. طب دي اجواء المصاحبه للمباراه، رؤيتك للمباراه نفسها بقى. المباراه طبعا مع كل الدوافع دي وكل اللي حصل ده قبل المباراه ادى حافز كبير جدا، بتنعكس اكيد وانعكس بايجابي لصالح النادي الاهلي بعد مباراه الهلال. الاهلي قدم شوط ولا اروع امبارح، لعب مباراه كبيره جدا جدا بالاخص الشوط الاولاني. اللعيبه بعض اللاعبين طبعا كلهم قدوا، بدايه من الشناوي، وكل واحد كان ليه دور في المباراه. أكيد. بس اللي كان مميز جدا جدا وخد نجم اللقاء حسين الشحات، طبعا رغم ان هو ما سجلش في اللقاء بس عمل اسيستات رائعه، ثلاث اهداف. طبعا نيجي لمروان عطيه، البدايه بتبقى من عنده. أيوة. بس اللمسه الاخيره لحسين الشحات، وجود كهربا في الملعب ادى عامل مؤثر جدا لخط هجوم النادي الاهلي. طبعا من ده له فعاليه بما يملك من امكانيات عاليه جدا سواء على الارض او حتى في الحاجات العاليه. والتحركات بيساعد اللعيبه اللي جايه من نص الملعب، بيفتح مساحات، وبصراحه صنع الفارق. يعني بدايه من الهدف اللي هو احرزه الاولاني من الاوفر بتاع حسين الشحات. أيوة. عطى قوه وعطى باور لتيم النادي الاهلي. ان بعديل تالق قفشه في التسجيل، عبد القادر، بس اللي كان لافت للنظر قوي حسين، ودي حاجه كويسه جدا. بدايه بعد ماتشات كاس العالم للانديه ابتدى يرجع لمستواه اللي هو كان بادئ بيه مع النادي الاهلي. صح. حسين لعيب كويس جدا طبعا ومميز، لما بيكون فايق
بيفوق الناس اللي هي في الثلث الاخراني. صحيح. ثلاث اهداف جمال عطوا معنويات عاليه جدا وعطوا ارتياحيه لمستر كولر، ان برضو انت لما بتسجل في الاول يا كابتن كريم بتديك ارتياحيه للفرقه واللعيبه، وبالذات لما انت تكون مسيطر ومستحوذ، بس يكون الاستحواذ ايجابي بتسجيل اهداف. فدي عطت الاهلي افانتاج كبير ودعمت الصداره، وزي ما قلت لحضرتك انت جاي من مباراه الهلال يعتبر نفسيا مش احسن حاجه خالص ولا نتيجه ثانيه. برافو عليك. باحداث اللقاء طبعا مش عايزين نتطرق له ثاني، لا احنا تطرقنا قبل المباراه يعني. واللي بعد المباراه الاهلي من ناحيه تطرقنا لا قبل المباراه تطرق. وبعد المباراه يعني كويس النادي الاهلي برضو ايه كان متماسك. لسه كنا بنتكلم والله يا كابتن صديق على تماسك يعني علي لطفي تحديدا اللي مش موجود ده غير عند نسبه قليله جدا من البشر ان حد يعتدي عليا بالضرب وانا امسك نفسي علشان ما اعملش ازمه للنادي اللي انا يعني بنتمي ليه، بس مش اي حد يعرف يعملها. شفت الواقعه دي ازاي وشفت رد فعل علي؟ سمعت طبعا حضرتك علقتي عليها انت وكريم قبل من الحلقه يعني حاجه طبعا تحسب لعلي لطفي وتحسب لمنظومه النادي الاهلي. اللي بيخش النادي الاهلي عارف قيمه وحجم النادي الاهلي في الوطن العربي وفي اوروبا دلوقتي بما يملك من امكانيات واحتكاكات عالميه واحتكاكات افريقيه. علي بيمثل النادي الاهلي فكان عامل كنترول عالي جدا جدا وعنده ثبات انفعالي غير عادي، ما لا يملك الامكانيات دي غير اللي متواجدين في النادي الاهلي. اي حد تاني كان ممكن ينفعل ده النجوم عالميه بتنفعل وبتردها وكان الحدث اتطور وكان بالزبط. ممكن سلوكيا كان خرج عن النص، بس هو بيمثل مصر قبل النادي الاهلي، النادي الاهلي المصري في النادي الاهلي الاهلي، فدي حاططها برضو قدام عينيه. فبصراحه يحسد عليه علي لطفي. طب احنا يعني حاجه يعني بصراحه تتحسب له يعني. احنا هنفضل لغايه امتى بنراهن على الثبات الانفعالي للنادي الاهلي كمجلس اداره وككيان وكفريق اول لكره القدم؟ هنفضل لغايه امتى بنحافظ على ثباتنا الانفعالي قصاد مهاترات او عبث من طرف مش بيلتزم او مش بيحترم قوي الكيان اللي هو بيمثله بقدر احترامنا احنا للكيان اللي احنا بنمثله؟ الاهلي او الكيان اتعودنا على الانضباطيه داخل النادي الاهلي في كل الاوقات في كل المجالات، في صراعات مع النادي الاهلي في كل المنافسات اللي بيخش فيها، بس الحته دي والثبات الانفعالي موجود، ده متورث من ادارات النادي الاهلي. كل الناس طبعا اللي بتكون موجوده بتكمل المسيره. النادي الاهلي مبادئ واحترام قدوه لكل الانديه، بيقدر يتعامل وبيقدر يعمل كنترول في اي وقت، في وقت ممكن اي نادي تاني او اي منظومه تانيه تخرج على النص ويبقى في انفعالات كبيره. النادي الاهلي المباراه قبل المباراه جماهير الهلال دخلت الملعب التمرين ضربوا الشماريخ طبعا. ممكن النادي الاهلي كان مندوب موجود معاهم مندوب الكاف وقتها كان يحتاج وكله كتب في تقرير بين الشوطين بعد الناس اللي التقرير دخلت بقى ما اتكتب يعني في المباراه والتقرير اتكتبت واتبعتت لبره، بس ما حدش خدوا قرارات. النادي الاهلي حصل له موقف اصعب من ده بكتير، الجماهير في 2020 نزلت الملعب في مباراه الهلال كان ممكن اللعيبه دي ممكن حد فيهم يجرى له حاجه طبعا. يعني كان في بصراحه انا مش عارف الاخوه في السودان، احنا كل الاحترام والتقدير ليهم، بس دي بتبقى قله لان طبعا. الشعب السوداني بيحب النادي الاهلي وجماهير الهلال او المريخ عارفين حجم النادي الاهلي في القاره وفي احترام، بس في ناس بتخرج على النص. النادي الاهلي لحد امتى زي ما بتقول المفروض ياخد قرارات ومثلا زي الانديه الثانيه ما بتعمل، بس النادي الاهلي اصل الثبات الانفعالي اللي حضرتك بتتكلم عليه وبتشيد بيه عند النادي الاهلي وقائمين عليه ومنسوبيه ولاعيبته ده وضع، لكن بالنسبه بقى للجماهير يعني نواد وهي بتتكلم في الحته دي انا نفسي حاسس يعني حسيت تفصيله كده، انا عارف ان التفصيله دي موجوده عند ناس كتير. احنا مقدرين جدا الرقي واحترام وثبات الانفعالي اللي عليه النادي الاهلي، لكن انت بقرارات نفسك بتبقى برضه بتفرق يعني كواليتي اللي انت تعرضت له بتفرق يستدعي ان انت تشفي غليلك انجاز التعبير. انت بص صعب تاخد موقف، الاهلي زي ما بيقولوا ما بينسحبش من الميدان بيكمل، يعني اي حد تاني كان ممكن زي ما بيقولوا ايه يرمي الفوطه ويحتاج يتغلب وبتاع، لا المركب بيسير وبنكمل.
المباراة خلاص قفلنا صفحة المباراة دي بإيجابياتها بسلبياتها. في أمور تانية إدارية النادي الأهلي بياخد فيها موقف مع الكاف، مع التقرير اللي كتب زي ما نواندي بتقول المراقب كان موجود كتب كل حاجة في التقرير. الأهلي مش هيفضل بقى يستنى التقرير أو يقف يحط إيده كده، لا الأهلي بيكمل مسيرته وبيصير الأمور الإدارية تمشي بيتابع حقه ويكمل صحيح. المشوار بتاعه جه لعب مع أسوان دخل في مود تاني لأن عنده استحقاقات وعنده المشاركه الافريقيه قويه جدا جدا. فانا بقول لحضرتك زي ما بتقول ايه كل وقت هو الاهلي بيعرف يتعامل تمام في الامور الفنيه ليها ناسها، الامور الاداريه ليها ناسها ومجلس اداره. احنا كده كده هنتابع كابتن صديق، مش يعني احنا متابعينه ومتابعين اللي هيحصل كمان ورد الفعل من الكاف، لان لازم يكون في محاسبه، ومحاسبه رادعه مش بس محاسبه وخلاص. اكيد والاهلي هياخد حقه والحقه هيجي له لغايه عنده معزز مكرم، مفيش اي مشكله. التسامح ما ينفعش يبقى مع اي حد، يعني هي دي النقطه، ويمكن ده اللي اتكلمنا فيه او الجماهير يا كريم لو انت فاكر اتكلمنا فيها، يعني ان انا اسامح او ان انا اعدي زي ما حصل في 2020 اوكي، بس ده ما ينفعش. الناس اللي قدامك مش كلهم بيفهموا النقطه دي، فواضح ان هي ما اتفهمتش فعلا. اكيد التسامح في وقت معين يكون مطلوب، بس في وقت معين لازم يكون في قرارات رادعه وفي قوه. ده الموضوع ابعد من ان قدامك كمان يا نهاوند مش بيقدر لك ده ساعات كمان بيبقوا مدركين ده وبيستغلوه، يعني بيستغلوا كياستك ورقيك وردود افعالك ويضغطوا عليكي من هذا المنطلق الى ان هم الى حد ما عارفين ان الكيان ده كيان راقي ومحترم حتى في ردود افعالك. عشان كده بس ليه؟ ما بتهزش ومفيش حاجه بتاثر فيه، يعني هو ايه الحمد لله. وليه نبقى عرضه ونبقى ليه في مرمى نيران مغرضين؟ مش عرضه، ما دي بتبقى حاجه خارجه عن ارادتنا. مش كل الناس بتحب النادي الاهلي، ما في ناس او قله بتيجي مثلا زي ما تقول ايه بتكسر في النادي الاهلي. قبل كده من سنتين الاعلام اشتغل على النادي الاهلي وكان في ضغط غير عادي وغير طبيعي لمنظومه النادي الاهلي، بس الاهلي ما بيقعش الحمد لله. صحيح. بيفضل متماسك باخلاقه بمبادئه بقيمه، وزي ما قلت لحضرتك طالما في ناس بتدير في النادي الاهلي بتعرف تتعامل ما تخافش على النادي الاهلي. طبعًا. من مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب وبقيه اعضاء مجلس الاداره كلهم بيعرفوا بياخدوا قرارات في الوقت المناسب ويعرفوا يتعاملوا مع الشخص او اي منظومه تبقى ضد النادي الاهلي. فاحنا خلاص قفلنا الصفحه دي. تعالى بقى نفتح ماتش اسوان بقى. لا اسوان بقى وسان داونز عشان الوقت وسان داونز. انا بس عايز اقول حاجه هنا لان من تصريح كولر بعد اسوان هنخش بقى بيها بالتصريحات دي على سان داونز، عجبني جدا واحنا قلناه انا وكريم في الانترو، وفكره ان هو قال احنا كان عندنا مشكله والمشكله دي احنا بنشتغل او اكثر من مشكله واحنا بنشتغل على هذه المشاكل ان احنا نعالجها، وده تصريح مهم جدا لان مش شرط المدير الفني لاي فريق يطلع يقول لك انا عندي مشاكل، ممكن يقول لك انا يعني فرقتي جاهزه لكن دي ظروف مباراه وغير، لكن هو تحدث ان احنا عندنا مشاكل واحنا كلنا شايفين ان احنا عندنا تحديدا مشكله في اللمسه الاخيره بنعاني منها بقالنا موسم واثنين ونص موسم دلوقتي. فالتصريح مهم جدا علشان انا مش عايزه اشوف ده معايا بعد كده بقى سواء افريقيا او محليا بدايه مع سان داونز. اكيد اكيد، وتصريح مهم جدا في وقت مناسب جدا، وهو كل المشكله اللي عندنا بتبقى موجوده او منحصره في الثلث الاخراني اللي هو الحته اللي فوق. ساعات الحته اللي فوق لما يكون اللعيبه فايقه ان كان شريف او مثلا كهربا لو ليه تواجد او شادي برده ان شاء الله هيرجع باذن الله في فورم عاليه، الحته اللي فوق دي بتفرق مع النادي الاهلي لان في ماتشات بتروح مننا الحته دي. حتى حصل في ماتش ريال مدريد او حصل ماتش في فلامينجو، الماتش فلامينجو بيجي لك فتره معينه لو انت مش هتسجل بيتسجل فيك. فالحته دي مهمه جدا جدا ان صحيح. المدرب يقول تصريح. ماتش اسوان الحمد لله المباراه انتهت، خدنا المطلوب من المباراه وادينا بقوه واللعيبه ادت شوط اولاني بالذات بنسبه 90% 95%. الراجل بيتكلم على الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه احنا هتلاعب سان داونز، مطلوب منك برضو الحاجه الكويسه اللي في صالح النادي الاهلي عندنا مباراتين في ملعبنا، المباراتين اللي جايين في البطوله الافريقيه ودول في ملعبنا، فبرضو بيعطونا افانتاج بيعطونا ارتياحيه اكتر غير ما يكونوا خارج ملعب النادي الاهلي. التركيز كله ان النادي الاهلي الحته اللي فوق الناس اللي تبقى متواجده، اي حد بيبدا المباراه لازم يكون في دقه وفي قوه في الـ في الـ في الحته الثلث الاخراني في انهاء الهجمات، لان المباريات دي لو مش هتخلص ان انت تسجل وتبقى مسيطر ممكن لا قدر الله في اي وقت يتسجل بيجي فيك جون. طبعا الـ 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 الحته اللي فوق بتفرق. هو بالمناسبه ودي برضو تاني حصلت في ماتشين بتوع ريال مدريد وفلامينجو، هو ليه لحظة فقدان التركيز ساعات بتطول؟
يعني انت ممكن تفقد تركيزك للحظه بعد كده ترجع تتدارك الحكايه وتدخل في الفورمه مره ثانيه، لكن احنا لما بنفقد التركيز بيدخل فينا جول واثنين واحيانا ثلاثه. مظبوط. ليه بتطول؟ بدليل احنا جه فينا جوان في كاس العالم للانديه في وقت خلاص بالنسبه للغه الكوره ميت، لا وقت ميت الوقت الضايع قرب يخلص وكورتين ما لهمش لازمه. صحيح. بيبقى خلاص بقى التركيز قل عند اللعيبه، لان برده في اوقات انت لما يخش في الجون او اثنين في لعيبه زي ما حصل مع ريال مدريد امبارح يعني. خلاص بقى تلاقي بتنعكس على اللعيبه، بس دي بتفرق بقى في وقت معين. لازم يكون في خبرات في الملعب، خبرات كبيره بالذات عندهم مشاركات كتير افريقيه وفي كاس العالم للانديه، اللعيبه كلها ناضجه بتاعه النادي الاهلي، بس الوقت معين ساعات بتهرب منك. بس انت لو مش هتسجل هيتسجل عليك. احنا خدناه بتركيز. ايه اللي فرق مع النادي الاهلي امبارح؟ ان الضغط كان جامد جدا في الثلث الاخراني على لعيبه اسوان، نزلنا بقوه عكس مثلا ما بتلعب وانت ما بتضغطش على الحته اللي فوق على الخصم، بتدي ارتياحيه للخصم يمسك وينقل ويقف في الملعب. لا اضغط، الضغط فوق بيخليك انت تستحوذ وبيخليك تغلط المدافع اللي قدامك وبيخليك تجيب اجوان. طبعا بنحرز اهداف بسبب ان احنا بنسيطر وبنضغط بقوه. صح. انت الماتشات اللي هي راحت منك بيجي لك حاجات مرتده وبيجي لك حاجات انفرادات، بيبقى في رعونه شويه او عدم زي ما حضرتك قلت مفيش تركيز، والتركيز بيقل بتنعكس عليك، الكره بتترد بتيجي فيك جول في ثانيه. انا مش عايز اقول عشان طبعا ما نهمتش اللعيبه بتاعتنا، احنا محتاجين نديهم باور ونديهم دافع للفتره اللي جايه مهمه جدا جدا، بس الفرص اللي بتيجي لازم تستغل. صحيح. فالراجل بيشتغل يعني، شفت الراجل امبارح لما لعب ريال مدريد الكولر لعب بطريقه كويسه جدا جدا الماتش، كان 2-1 لحد نهايه المباراه وداخلين على الوقت الضايع. ان الراجل مذاكر الفرقه قدامه بيعمل اللي عليه، تكتيكيا المدرب بيشتغل على الارض، بس في حته مش بتاعت المدرب، ان انا بعمل شغلي كله طول التمرين الوحدات التدريبيه والاسبوع كله لازم لحد ما اوصلك للهدف، بس هو مش هينزل يجيب جون. بالظبط اللي يجيب الجون راس الحربه اللي جاي من تحت، ليه انا بحب كهربا بتمنى يكون موجود في ملعب عنده الحته اللي فوق دي، عنده دهاء في التصرفات في الحته اللي في الصندوق، سواء مثلا بيسند لحد جاي من تحت، الكور اللي جات له اتعامل معاه كويس جدا، بيهرب من المساكين بينزل مع نص الملعب، فلازم الحته اللي فوق دي يكون التركيز فيها عالي جدا جدا، وبالذات في الماتشات المهمه اللي انت لازم مش تستحوذ بس، اللي انت لازم تحسمها، يعني زي سان داونز ده فريق كبير وفريق مميز كسبان مباراتين وحقق 6 نقاط. ايوه. فانت هتلعبه وانت لسه ما عندكش نقاط، لان انت ناقص مباراه اللي هي المؤجله بتاعت القطن. أيوه. القطن للكاميرون. فان شاء الله من البدايه هنلعب ان احنا نستغل ان هو المباراه في ملعبنا، وزي ما تفضلت لازم التركيز يكون عالي جدا جدا عن الفتره اللي فاتت. لان ما فيش تهاون. طبعا طبعا خلاص بقى. خلاص، وانت لما بتنزل تجيب جون وتجيب اتنين الفريق اللي قدامك برضو بيتحجم طبعا، بيهبط شويه طبعًا. غير النتيجه 0-0 او 1-0 الماتش مكهرب. طبعًا. فان شاء الله باذن الله انا شايف مستر كولر شغال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، وهو في ميزه كويسه كل ماتش بيبقى ليه تركيز اعلى من اللي قبليه، وبالذات في الحاجات المهمه زي المباراه اللي جايه، وهو شايف في النادي الاهلي موقفه ان شاء الله باذن الله لا بديل عن الفوز طبعا، وفوز يكون باهداف، وفوز يكون فيه داخل عليه اللعيبه مركزين بقوه. لو لعبنا زي الشوط الاولاني بتاع اسوان ان شاء الله ممكن في اول ربع ساعه ربنا يكرمنا نجيب جون ونجيب جونين، لان المباراه في ملعبنا. طيب كابتن سدي، عشان الوقت بيجري خلينا بقى نروح لملف منتخب الشباب، لان برضو ما ينفعش ما نتكلمش مع حضرتك فيه. ملف مهم جدا، عندنا مباراه امام نيجيريا. تعادلنا تعادل سلبي امام موزمبيق، وكان مش متوقع شيء، موزمبيق كانت اسهل المجموعه بتاعتنا، كنا نتمنى ان احنا يعني نحقق الى حد ما سكور، لكن عندنا نيجيريا مش منتخب يعني قليل. بتتوقع ايه برضو موزمبيق؟ هقول لك التوقعات، بس موزمبيق ما يعتبرش برضو فرقه ضعيفه، لا اسهل من نيجيريا على سبيل المثال يعني. مقارنه ببقيه نيجيريا يعني هي ولا السنغال؟ لا السنغال رقم واحد، بدليل السنغال السنغال كسب نيجيريا، ربح من نيجيريا. احنا تعادلنا مع موزمبيق، اول مباراه بيبقى ليها ظروفها برضو، ان طبعا البطوله بالنسبه للعيبه مباراه مثلا، اول حاجه الحته الاعلاميه يعني مش مسلطه على المنتخب ده شويه،
ما انا برضه نديهم حقهم. ظروفها ازاي ده انت البطوله على ارضك وما انا هقول لك على حاجه وبتلعب فريق معقول. دول منتخب شباب طبعا كلهم بيلعبوا درجه اولى اغلبيتهم في ادنيتهم. مره المنتخب الاول في امم افريقيا كان في نجوم حدث ولا حرج المنتخب الاول بتاعنا كان على ما اعتقد 86 غلبنا اول مباراه من السنغال واحنا منتخب بقى كل واحد بفرقه لوحده اسمها السنغال. بس بعد كده خدنا البطوله. لا اسمها السنغال. ما انا هقول لحضرتك على حاجه البطوله موزمبيق ممكن اول مباراه ليها ظروفها هي انتهت بالتعادل. انت فاهم قصدي السنغال يا شريف؟ انا معاك بس اللي خد البطوله مين؟ مصر. والسنغال طلعت واحنا اللي خدنا البطوله. بالنسبه لمنتخب مصر خدنا البطوله في 86 بعد الارجنتين اتغلب اول مره في كاس العالم من الكاميرون وهو خد البطوله. الارجنتين اتغلب من السعوديه وجي في الاخر خد البطوله بتاعه كاس العالم اللي فاتت. ايوه بس صح ولا السنغال. طب ما بالنسبه كابتن احنا عند النقطه كابتن كريم. لا ما انا عايز اقول لك ان الكوره فيها كل حاجه. في مردود في الملعب من اللعيبه او في متغيرات غير اللي انت مثلا بتبقى حاطط توقعات قبل المباراه ان مثلا موزمبيق دي فرقه ضعيفه جدا جدا ممكن تنزل في المباراه يبقى انت مش داخل المباراه بقوه. بس انت لما دخلت الماتش ما اتفاجئتش بان موزمبيق اقوى بكتير من اللي انت متخيله وانت اتفاجئت بان انت اقل من اللي انت متوقعه. اول مباراه دي نقطه على فكره نلتمس العذر برضو للمنتخب اول مباراه ليهم وظروف الماتش كانت كده. المهم ان انت ما خسرتش. ما انت ممكن كان بكره كان في واحده المدافع بتاعنا طلعها بدماغه الشوط الاولاني هو غلط واتشاطت من بره من جوه بعد ال 18 حاجه بسيطه راح شالها بدماغه كانت ممكن تيجي فيك جون والفرقه الثانيه تقف ورا وانت تخسر. فالحمد لله انت تعادلت برده خدت ايه بونت في الماتش ده. التركيز كله فين بقى هنا نتكلم فيه في الفتره اللي جايه. عندك نيجيريا بكره فرقه كبيره زي ما تفضلت وعندهم امكانيات عاليه جدا وعندهم خبرات ومشاركات كبيره جدا. ده اللي فيه التركيز يكون عالي جدا. الكابتن محمود جابر عارف ان المباراه دي لا بديل عن الفوز لان انت لو ما كسبتش واي نتيجه عكسيه ممكن تلاقي نفسك مش موجود صح. بعد كده في البطوله لان زي ما تفضلت يعني. السنغال فريق قوي طبعا. الماتش بتاعه هيبقى ماتش صعب جدا جدا على لعيبه منتخب مصر. بس نبدا بنيجيريا لو اتوفقوا الاولاد ان شاء الله بكره وعملنا نتيجه ايجابيه هتلاقي منتخب غير اللي لعب الماتش الاولاني. في متغيرات يا كابتن كريم المباراه بتختلف من ماتش لماتش صحيح. وانا دلوقتي زي ما بيقولوا ايه على الورق غير في الملعب. بتلاقي منتخب ضعيف جدا او تلاقي فرقه ضعيفه جدا يعني زي ما اتفضلت من شويه ريال مدريد امبارح مغلوب 2 انت اي حد بيتفرج على المباراه قال لك خلاص بقى لو يعني. لو جم الجون الثالث اللي صلاح دخل بيها وانفراد خايفين يخش عليها حطها جنب العارضه لو دخلت وبقى 3 بالظبط الوضع هيختلف شويه. انما واحد او اثنين بتلاقي برضو النتيجه قريبه. فان شاء الله المباراه بتاعت نيجيريا تركيز عالي جدا زي ما قلت الجهاز الفني الكابتن محمود بكره الكابتن محمود جابي عارف لا بديل عن الفوز طبعا. فبكره ان شاء الله هتشوف منتخب تاني ونخش على السنغال يكون بارتياحيه. بس السنغال ان شاء الله. انا بقول لحضرتك انا معاك انت ماسك على الحته دي عشان السنغال دلوقتي عندهم ايه منتخب اول قوي عندهم ناشئين وشباب بصراحه عاملين حاجه طفره الفترة دي بتاعت السنغال. كل الفئات العمرية الحقيقة دايما عندهم ما انا بقول لك هم مميزين طبعا. بس انا بقول لك بتختلف من مباراة لمباراة لسه بقول لك ريال مدريد اهو. فان شاء الله انا بوعدك باذن الله ان الواحد يكون متفائل ونعمل نتيجة ايجابية بكرة باذن الله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن صديق نورتنا وسعداء بجد بوجود حضرتك معانا كالعادة يعني. ربنا يخليك انا سعيد بيك. جدا موجود معاكم. ربنا يخليك يعني. بتنورنا وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. نشكرك على وجودك معانا وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان ثالث واخر فقراتنا الحواريه وهي فقره الضيه مسجله خليكم معانا.